السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الكمونيات اللي غادي يعطيو البونص بيزا اللي غادي يوصل حتى ل 700 اورو، وكذلك غادي نشوفوا الفضيحة ديال البولدريني، وكذلك ما يتعلق بالبنسوني والكوطا تشينتو. ما تخلوش علينا احبابنا بواحد اشتراك وبواحد لايك وبعد الفاصل وهو نواصل. البونص هذا غادي يوصل تقريبا حتى ل 700 اورو بطبيعة الحال على حسب كل عائلة والافراد اللي تتواجد بها. بطبيعة الحال ما ماشي في ايطاليا كلها، فقط في بعض المدن واللي هي مع الان لتقديم هاد البونصات كما قلت لكم ديال بونص بيزا اللي يتراوح 700 اورو. المهم كما تشوفوا معايا هنايا كاين ميلانو، فينيتسيا، تورينو، بادوفا، بيرغامو، بولونيا، انكونا، بوتنسا، باري، اي نابولي. هادو هما المدن اللي كاينه دابا معبئه انها باش تقدم هاد يعني هاد البونص هذا لدعم العائلات اللي هي في حاجه ماسه لهاد الدعم هذا ديال البونص سبيزا. وبطبيعه الحال هاد الفوشر سبيزا ما غاديش يمكن انه يستافد منه جميع العائلات اللي كاين فيها يعني فرد او فيها عده افراد يعني تخدموا او انهم يعني تستافدوا من بعد الدعم ديال الدوله ستاتالي سوستينيو ستاتالي عندهم شي دعم، او انهم عندهم مثلا الريديتو دي شيتادينانسا ولا البنسيون دي شيتادينانسا ولا الريديتو دي انكلوزيوني كما شفتوا هنايا معايا، ولا عندهم الكاسا انتيغراسيوني ولا الناسبي اكسيتيرا. المهم اللي عنده شي دعم راه ما غاديش يستافد من هذا البونص هذا كما هو واضح لنا كما تشوفوا معايا. مسألة ثانية اللي هي تتخص البنسيوني، كما تعرفوا كوتا تشينتو ما غاديش تبقى، يعني آخر أجل ديال هاد كوتا تشينتو هو 31 ديسمبر ديال 2021، يعني 2022 ما غاديش تكون هاد المسألة ديال كوتا تشينتو. ممكن أنهم ماشي بعيد أنهم يرجعوا لاليجي ديال فورنيرو. مهم ما غاديش نسبقوا الأحداث، مهم هادشي اللي شفت دابا أنا هنايا يعني اللي عازمة يعني حكومة ديال دراغي أنها يعني تقوم به. الكوتا تشينتو اللي بالنسبة لي ما عرفتش كوتا تشينتو راه هي انك يعني تكون عندك واحد 38 سنه ديال لي كونتريبوتي كونفيرسيتي على الدوله، ويكون في العمر ديالك 62 سنه ممكن انك تمشي يعني البنسوني يعني تاخذ التقاعد ديالك. المساله اللي كاينه هي انهم باغين يديروا واحد المساله انك تكون عندك مثلا 41 سنه كورانتون، وهذه لا ليجي اللي كاينه مازال ما كاينش حاجه رسميه. مهم هادشي اللي عازمه تقريبا الحكومه عليه، مهم مازال فيه القول المسائل هذه كلها، وباقي لي السندكات حتى هما يقولوا الكلمه ديالهم في هذه المساله. هذه هي ديال 41 41 يعني لا ليجي كورانتون يعني تكون فيرسيتي واحد 41 سنة ديال لي كونتريبوتي، وبطبيعة الحال ممكن انك تمشي يعني بينسوني. سا ديبون العمر ديالك، ماشي مهم شحال يكون في العمر ديالك، مهم اللي يكون هو انك فيرسيتي 41 سنة ديال الكونتريبوتي. كاين السندكات كيما قلت لكم ماكروش انهم يعني يرجعوا لهذيك لا ليجي ديال الفورنيرو، ولكن يطوليو هذيك خمس سنوات كما تعرفوا اللي كاينه في لا ليجي ديال فورنيرو. كما تعرفوا خصهم يمشيو الناس حتى ل 67 سنه، والسندكات يعني تقولوا يمشيو الناس في 62 سنه ويطوليو هذيك خمس سنوات سكالوني ديال تشينكوي يعني. وكاينه كذلك الكوتا تشينتو اللي بزاف ديال السندكات يعني باغينها. كاينه مثلا الكوتا كذلك 92، وكاينه كذلك كوتا تشينتو دو. المهم غادي نشوفوا مستقبلا الحكومه ديال ماريو دراغي اش غادي ديسيدي، واش من قرارات غتكون عندها في هذه المساله ديال لي بينسيوني. حاليا كذلك لورا بولدريني معرضه اللي هي اكس بارلمنتاري كذلك، وهي وجه معروف يعني في الساحه السياسيه الايطاليه، معرضه لواحد الهجوم من طرف سيلفاجا لوكاريلي اللي هي واحد الكاتبه. المهم تتهموها بان عندها يعني الناس اللي خدامين معاها اللي كولابوراتريتش اللي تتعاونوا معاها الكولف اللي عندها مثلا في المنزل ديالها، بانها تراطيهم مالي وبانها ما مخلصاهمش، ويعني تتعاملهم معامله سيئه. وهي اللي زعما كانت معروفه انها تدافع على هاد الناس هادو، يعني هاد اللابوراتوري ديال الكولف وديال البادانسي كما هو معروف عليها كذلك. المهم هادي حمله كما قلت لكم ضد هاد السيدة هادي. المهم هي تدافع على راسها بطبيعة الحال، وتتقول بأنها يعني راه ما تطراتيش الناس اللي تتعاونوا مع مالي، والمسألة فقط ديال هذيك السيدة اللي ما كانت ما مخلصاش، يعني المسألة كلها يعني كان المشكل في الكاف. وبطبيعة الحال
الحال غادي تحدد المبلغ يعني ديال اللي خصها تخلص لديك السيده اللي ما خلصتهاش. المهم يعني تقول تدافع على راسها بانها راه ما عندها حتى شي مشكل يعني مع الناس اللي تتعاونوا معها ولا مع الكونف اللي معها. المساله مسائل اداريه فقط، ويعني راه غادي تخلص هذيك السيده في ذاك الحقوق ديالها. ما تبخلوش علينا اخوتي بواحد اشتراك وبواحد لايك، ونتلاقى معكم في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.